بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور سعود الرويلي عضو مجلس الشورى السعودي، اليوم حاضرين مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. في البداية حقيقة نهنئ أنفسنا ونهنئ الحكومة المصرية والشعب المصري على هذا المؤتمر وحسن حقيقة الاستقبال والعمل بهذا المؤتمر المهم عالميا. يعني التغير المناخي مهم بالنسبة لجميع الدول، خاصة الدول يعني زي مثل دولنا. أنا أعتقد ما يحصل الآن من حراك بموضوع التغير المناخي مثلا في الخليج العربي، المملكة العربية السعودية، ولي العهد كان موجود وطرح مبادرة في الشرق الأوسط، والحكومة المصرية وكانت من الداعمين في البداية بدعوتها إلى هذا المؤتمر وطرح المبادرة الثانية للشرق الأوسط الآخر بحضور ولي العهد وحضور رئيس مصر. شكرا جزيلا للحكومة والشعب بهذه المبادرة ووجود المملكة ووجود الدول. حقيقة يعني نعرف أن التغير المناخي لا يؤثر فقط على بلد أو إقليم، هو يؤثر على العالم ككل. نحتاج جهودنا المكثفة جميعا في الإقليم. الدول العربية نعتقد تلعب دور مهم جدا، والدليل على ذلك أن المؤتمر هذه السنة في مصر، والسنة القادمة إن شاء الله يكون في دولة الإمارات. حضور دولي مهيب، تنظيم رائع. فشكرا جزيلا لهذه الدولة يعني الصديقة ودولتنا الثانية بالنسبة لنا.